السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد بعض تمارين الإحماء قبل استخدام النشاكو. يعني قبل ما تستخدم النشاكو يفضل تعمل بعض تمارين الإحماء اللي هتفيدك إن شاء الله بعد كده إن أنت إيه تقدر تتحكم في النشاكو، تقوي المعصم الإيد، تخلي فيه مرونة، تركز على قوة العقل والأصابع، تركز على احكام القبضة. مش معنى كده ان انت تكون ماسك المقبض بتاع النشاكو بقوة، قلنا لا، لازم يكون فيه مرونة وليونة. لكن التدريبات اللي ان شاء الله هتقوم بيها قبل استخدام النشاكو، قبل استخدامه يعني ايه؟ قبل استخدام مثلا الحركات بتاعته، الدورانات، الضربات، كل الحاجات دي، يفضل ان انت تعمل احماء دايما. اي حاجة بتحتاج احماء وتسخين الاول. النشاكو كمان ليه بعض التدريبات اللي بتركز عليه، تمام؟ كانت تراها بسيطة، يعني ممكن تشوفها ان هي بسيطة وسهلة واي حد يقدر يعملها، بس فايدتها كبيرة، تمام؟ يبقى في البداية كده نخلي النشاكو كده، هتركز على فرد أطراف أصابع إيدك، لأن الأطراف لما تكون متحكم فيها كويس هيكون ده أفضل بعد كده في استخدام وأداء النشاكو، هيديك إيه أداء أفضل، تمام؟ يبقى تفرد أطراف إيدك كده، تمام؟ يعني عجبها بالجنب كده هو، تفرد دراعتك للآخر وتحاول تفرد أطرافك وتشدها على الآخر، أطراف الصوابع يعني بالشكل ده كده. ممكن تعملها بشكل، أنا طبعا جيت بشكل جانبي عشان يبان، ممكن أنت تعملها أطراف جانبية. إزاي؟ يعني ممكن تفرد الدراع ده في الجانب ده والدراع ده في الجانب ده، لكن برضو إيه يعني تركز على الاثنين في اتجاه واحد ثم كل واحد في اتجاه، تمام؟ يعني أنت بالشكل ده كده، يعني كأنك واقف بشكل أمامي، تفرد الاثنين في نفس الاتجاه كده وتبدأ تقفل القبضة وتفتح الأطراف بالشكل ده كده زي ما حضراتكم شايفين. وفي نفس الوقت بعد ما بتخلص، طبعا احنا بنعمل التدريب بس انت عليك تكرره، يعني مثلا عشان ما نطولش في الحلقه، انت ممكن تعمله 10 مرات 20 مره، ده لو بنظام العدد. لو بالوقت ممكن تعمل دقيقتين ثلاثه على حسب، وكل مره تزود وتطور، تمام؟ نفس الكلام بشكل جانبي، بتفرد دراعتك في مستوى الكتفين وبتفردها، ممكن تعمل دراع وبعد كده تنقل الثاني، وممكن الاثنين في نفس الوقت عادي مفيش ضرر. بتفرد الدراعين وتحاول ايه تفرد اطراف ايدك بالشكل ده كده عشان تقدر يعني تتحكم في العقل والاطراف، ودوت برضو ايه بيساعدك على التحكم، والاعصاب بتاعت الاصابع بتكون اكتر قوة وتحكم، تمام؟ طيب بعد كده بتركز على دورانات الرزغ، تمام؟ بس قبل ما بتركز على دوران الرزغ برضو بتركز على حاجة تانية مهمة، ان انت برضو ايه تعمل ثانية كده، يعني بتتني اطراف الاصابع للخلف بالشكل ده كده، بس طبعا مش بتطرقعها، يعني ما بتخليهاش توصل لصوت اللي فرقعت الاصابع او طرقعت الاصابع، لا بالشكل ده كده اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو، بتحاول تتني كده بشكل بسيط بحيث ان ايه تدي تمدد لاطراف الصوابع بالشكل ده كده. نفس الكلام الناحيه الثانيه اهو بالشكل ده كده، تمام؟ اهو بعد كده بتقفل يعني ايدك بالشكل ده كده اهو، وبتتني الاطراف اهو زي ما حضراتكم شايفين كده اهو بالشكل ده كده جانبي اهو، بتتني الكفين على بعض بالشكل ده كده اهو، يعني بتخلي الكفين في مستوى بعض وبتتني اجزاء الاصابع بالشكل ده كده اهو، تمام؟ بعد التدريب دوت بتبدا تعمل تمدد وتلامس معكوس. يعني ايه؟ يعني دلوقتي بتنزل الكفين كده وتخليهم تشبك الاصابع في بعضها، تمام؟ وترجع تاني عشان هنا برضو ايه تركز على تسخين واحماء للدراع بالكامل. تفرد كده وتشبك الاصابع وتفردهم اهو بالشكل ده كده اهو، الدراعين بيتقاطعوا، تقفل الاصابع على بعض وبتسحب تاني، وبتكرر طبعا اهو بالشكل ده كده اهو، تاني اهو بالشكل ده كده، تمام؟ بعد كده بتصعب بقى على التمرين دوت. بعد ما بتعمل كده اهو بتحاول تجيبها من الداخل كده وترجع تاني اهو، من الداخل وترجع تاني، تمام؟ لاحظ كده اهو، يعني انت اول حاجه خليت الدراع ده متقاطع وده متقاطع، شبكت الاثنين في بعض كده، تمام؟ اهو، وبعد كده رحت جاي من الداخل وراجع تاني، جاي من الداخل وراجع تاني. طبعا ده تمرين مهم، ممكن في الاول تلاقيه صعب، لكن واحده واحده هيجي معاك، هتلاقيه بيركز على مرونه ودوران الرزغ، فده تمرين مهم جدا قبل استخدام النشاكو، تمام؟ بعد كده بتركز برضو على تمرين اللي لسه قايلين عليه، بس قبل منه برضو بتركز على حركه شبه المخلب، يعني بتخلي اصابع ايدك تقفل كده شكل المخلب، شكل مخالب النمر او الحاجات اللي في الكونغ فو اهو بالشكل ده كده مفرودين، تتنيهم بالشكل ده كده اهو. والكلام بينطبق على الايدين في نفس الوقت، او ايد قبل ايد، اللي بيتعمل في الايد دي بيتعمل في الايد دي، تمام؟ ولو عملت الاثنين مع بعض برضو يبقى صح، مفيش حاجه غلط في التمرين ده، تمام؟ بعد كده هتعمل تمرين دوران الرزغ بالشكل ده كده، والاثنين مع بعض اهو، دوران امامي، تمام؟ بالشكل ده كده اهو، دوران عكسي، طبعا بتكرر عدد معين، تمام؟ بعد كده بتعمل دوران الكف، تمام؟ يعني انت عملت دوران الرزغ،
تعمل دوران للكف، مش هتقفل القبضة وتعمل دوران، لا هتعمل دوران للكف، ودي بتسمى تقليب الكف، لان الحركة دي بتفيدك في النشاك. ولاحظ كده ان انت لما تعمل الكف كده وتقلب للاعلى يبقى كده وش الكف للاعلى، تقلبه للاسفل وتعمل التقليبة دي، لان الحركة دي في النشاك نفسها وانت بتعملها بتؤدي لاتقان حركة دوران النشاك او حركة بتسمى التمانية، تمام؟ اللي هي كده لاحظ اهي، واحد اتنين واحد اتنين، فحركة التقليب دي هي بتستخدم في النشاكو، فمنها تسخين واحماء ومنها بيتم تطبيقها في حركات النشاكو. يبقى قلنا حركة تقليب الكفوف بالشكل ده كده، تمام؟ اهو من الزاوية دي اهو، واحد اتنين واحد اتنين، وفيها دوران. لاحظ مش بعمل كده علوي وسفلي، لا بعمل دوران اهو، دوران، تمام؟ يبقى الحركة دي برضو من وسط حركات الاحماء، تمام؟ الحركة اللي بعد كده وهي انك بتنزل اطالة بالننشاكو او من غيره عادي، بس انت يعني ايه تبقى قافل القبضتين كده مثلا على الننشاكو وتحاول تنزل بيه اطالة للاسفل كده لحد مستوى القدم. يعني حتى لو انا باجي من الزاوية دي كده اهو، لاحظ اهو للاسفل كده باستخدام الننشاكو لحد مستوى القدم. ممكن تلاحظ في البداية ان هي صعبة، حتى لو من غير الننشاكو الموضوع مش صعب، لكن هي اطالة عادية، بس يفضل وانت ماسك الننشاكو عشان تبقى فارد دراعاتك في نفس المستوى اللي انت هتمسك منه الننشاكو اثناء استخدام الحركات من مسكة المقبض، تمام؟ ده في النزول، تمام؟ وبعد كده طبعا بتطلع بتمد ايدك للاعلى ترفعها كده بالشكل ده كده، بس مع استخدام ان مستخدم الننشاكو في الحركة العلوية، يعني كأنك بترفع ايديك الاثنين باستخدام الننشاكو اهو بالشكل ده كده، من هنا اهو بالشكل ده كده علوي ثم تنزل للاسفل، يعني ترفع ايدك علوي ثم تنزل للاسفل، يعني بالشكل ده كده اهو وانت واقف رفعت ايدك للاعلى، تمام؟ ثم تنزل للاسفل بالننشاكو وتكرر الحركة اكتر من مرة، تمام؟ يبقى انت كده بتعمل اطالات باستخدام الننشاكو. طيب بعد كده بتستخدم حركة دوران للخصر، لان برضو حركات الخصر بتكون مهمة جدا في الاحماء باستخدام الننشاكو. يعني انت بتكون الاقدام للامام بالشكل ده كده وايدك ممتدة وتبدأ تعمل دوران للوسط فقط، لكن القدم بتفضل للامام، يعني رجليك دلوقتي وجهها امامي، بس انت بتعمل التحركات من الشمال لليمين باستخدام الوسط ودراعاتك بتتحرك، لكن رجلك مش بتلف مع الحركة، يعني رجليك مش بتلف، يبقى بالشكل ده كده اهو، واحد ممكن ترجع تاني، اتنين واحد اتنين بالشكل ده كده. طبعا مش هطول عشان الحلقة ما تطولش اكتر من كده، دي طبعا في تمرينات تانية للاحماء، بس طبعا يكتفي هذا القدر عشان ما نطولش عليكم. دي التدريبات الهامة والاساسية اللي قبل استخدام الننشاكو، وطبعا في حاجات تانية لكن ان شاء الله في الحلقات القادمة عشان الحلقة ما تطولش اكتر من كده. وبكده انتهت حلقة النهاردة، تنسوش تعملوا اشتراك في القناة، فعل الجرس ولايك وشير الفيديو. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.